طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما انت هو برنامج كي طبناد كفدها ميسان برنامج كاسو عن سيدي عدد عيد دباتوين كاين عيستا وحيانا وانا تلو مكابره انو انو دبك ايو دولد انو نوشي بني هذا انو هيقنو وحا عينو مرينا بل مع المكهر انتي دقال كان لاس عامل تسولي انو بل نبضا أيام أو عن أولاد عين ومجال هذا سيره عمل التاري أي أركينا ونبدأ نمشي عين أولاد تنوار بلاد فرتوا عن مركو قرص كل بلاد هذا كي يعني مبادئ أساسية هي لهي سبحانه وتعالى وقول ترجع لي نلش بني آدم من قال هي من مسلمين من الحذبة وحوي دور قضب وكو أي كتهاي نبضوا لبا أي كتاي قانون يدستور يحير وقول عم نرمو صدح أي كتاي تلو ذاك أفر وكي هاي ما من وناك شن أي كتاي دا عدمو لح كلا دمبين دك وكلا دمبيا تضبا إيه إسكارسين وناكسن ودك أي قوة حريرة نقول بيه ربان كتابنا يا هدي أي نبض هيك نبض ده وأنا بدو إنه قول نبض كفر دينا أيا إما كاين علاد بلو وهذا حدد مسلم من الهيوات إلى هاي أمم من الشيكتة قريش إيه إنه عبادة دمركي إلى هاي عبد ودوري إنه أشياء وحلوه من الشيكتة نبض يدا قال وإلى هاي قريش من فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وأمني هي النبض هي دقالة إنه هو هاي سنين أولاد تبقى واحد يقضي أسان تاري مكا وحالا إلى إنتي أسانا بي يمسو قابا هي هي إنتي يقولي بك دافان أسانا بقبيل إساقو الحكومة دي سياد بخلي هي اللي بنقولي ورسياد برنين عم أقولين بوها نبض مؤبري كالي تريوها نبض مؤبري لكن هل كان نبض يوضا تشبه البرعو وقال و وشورا ضعيف منظور كلمات دستور هي قانون با الهي سبحانه وتعالى بني ادم وافتيين وحكم صار ورد الدستور كان يمكن انه يا لسومالي لاند وحب هي وحيال بطن الى قبل دلو وحيال عجباتل كان يحكم الى مشيغين الحكومه دم شيغين كل مية ربيع تبقى سنوات والعرب به برقي عاد خليفي لي ما دير إلا وهشي إلا بارمان كالبرية إلا فريا به مركا لفريا وايو وحلو وهشي أنا دباتوين كأي كانتو يتالي مكايم عرقينا كمدا مركا دستور كي نروح البعين إن كوب لبيا لباطل سنوي بوشري وح الله وح لقى بدلين ما تشري المدن اللي سقيه ما دو طلع بدن 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 ظهر ما مكهرب والله من الملوك أيوة كمل فجي ما أنت أسمي هو وضع جنتا وضد كان حي ما أنت الله دستوك كان لي كت الشدار وضرب من قدامي ضد كائم ك دجال كي علاد وكان عذير إلى كائم كي يشان أخي كيس أي أحد وعي وحكي يشواره وأنا وحيا لا أقوم مهم سن فكسد حالة إن عينه تلوذاك كلام هاي طلب عيد اسمه كوبي كرتو طلب الإلهي أم بس سبحانه وتعالى واحد أحد يعني واحد في كمه وحادي في كيفه إلهي هو كله إلا الله عندي كلا أتناها كلام عن سكوبيا وحويا واسد قانونك قرابتك أما جادب يده وحوي هاي حق أما تشعله وما تشعلانه أعطوك قصور لغيسا أي أنك إذا حتى كذي ترى عن مغنية إلى هاي نوك صورني لأن أنت الله أنت كذا هو تعدد وعدت قوائم التلاذ وضعي إيشا إلى هم بتلذي سكريدي هيكون كوبنا على سال الله راعي إن الله أنت إن كلام ربي وين كلا تلذ وين هاي وين كلا ركيد وين وين نسوي وين هذا نسوي ما وينه خسارة هذا عيا وتم بنقول إياه البرب يوي ما جو وكد عيا تلاذ هذا نسوي ما جو والودلي تلاذنا من كرينا ملها حزب كريم ملها غير كريم ملها وتردد كودلين وين تلوذاك
يشورا وشورا وامرهم شورا بينهم وشورا وين وحلوين وشاورهم في الامر رسولك عليه الصلاه والسلام اي وحي كسودك يا سلام ما مرونا قلنا وحويا داعت لمضو ظهر يسقف كل داعت كهذا روح اي ادونك وكتر ما لمن كائمك اي نارك اني هير يوروب يهرب مالي واح قالوا هروب وما يمرين ما مرونا اي داعت لما اي داعت كيهين اي كلا الدنبين اي كلا الدنبية اي هروب مالي انك تيبا انك مقر ما هي نتي مانت وانا وحنا اي سقف سنين المدح يسونا قريب هذين المامن وراك وقول هين المامن كيما تشوفوا هذين الداعين اللي كانوا قلنا واين كحوكس وحنا واين هذيك سندر كو هذيك مامن كيو لوكا واين ندير كو هذيك هاي المامن كاع هذيك سنين اين اين واحد ما جاي نو قال كذا طولك وين ندير كو شقينا عرفت واحد ترى سيد القوم خادمه سيد القوم خادم ودك ان لو شقي ويانو ديك اي برتان او شقي وانا ما كشقيسن كلا دبينا ان يرنا ويانا لو نقول كلا دبينا لا بين دي شيء ان يكون كلا دبين وواحد ديسيبلين كلا يراضي الا وايو ودوك كلا دبي وايو ده فوضى اريك فوضى لا قسم بين نور بدي نقدون اسغا عرب سيدا مارتي ديد عندك ما ممكن قوانين دي انت هاي بصرو شيغني ان كو دقمين تاسو كو دمنين وحان كو سو كوبيا اسكارسين سكاسين تبحويين وشيغا بنيانك دي أفكو يسكو أفكرتا حولونا أبتالي سمال بحرو ما مالي وردتك هدي على دفو الشيغي نونا بسكاسين تادو آنا نقول سكاسين تحن يبين فكتير من المدى على إذا بين باي تالي شيغي يعني هو وحنا مكا حتى بريد مشد با مارتي سنة العالم كوار كينو أي وريريين علي ما هندقال كينا هايسي يكوا كلابا إمكا هورانا وانوني إمكا نوان كعلينا war dowladdeedu inay isgaarsiinteeda adkayso weydo isgaarsiintu aad iyo aad iyo aad bay u liidatay war hal adkeeyo oo dadkii runta ha loo sheego isgaarsiinta runta ha laga sheego oo dhibaatadan imika dhacaysa runta ha laga sheego markaasaad aad yeelanaysaa dadku caalamka dibadda iyo dadkaaguba kalsooni ku siinaya qolada lubnaaniyiinta الشيعه هذيك اللي راه سيد حسن نصر الله هي قولديسو اسكارسينتودا قولدا اي دغالو ميان اسرائيلين تلفزيونودو تيسا سيد حسن نصر الله واه فرن حزبيا تا سيدك تا حسن نصر الله لقي كسو هي تا دوله اسرائيل صوت وا محي وا واني بركي ما وي شيغا كنت انا وي كشيغا وحنا ما قريا وحنا من راجيه ولكن يقولون الولاد ليس على الآن جزء يدبد واحد مودع إن دبكي أي كل شيء ده نور والكودي والنقدي عارف كقصه أنا يا هوها وضع كسر خاصة عاصمة دي قول كلا صانو قلت دجالكو وحويا وحويا هو بلال لكن إيمك الدجال كاسيم السعوني إيمك بال بال بكل وجهي دجال كنوا وحب العربي ثلاثة سود ديسين أيضا قويسا يقدر لقماليو يأرجع جلسو يهون سوطا لاف السحوي يقول على كيس ومال يستا أي صار جلان مجال الله عنه ما أنت أسير ثلاثة أقول ثلاثة حمد أقول إني ما أنت العربي ما أنت أسير العربي walaga xisaabta mimaalinteeda laakiin maanta tahorta la wax weeyey talada taala sida arinka looga dabaalan lahaa arinta kale ma jirta wax weeyaan sidan loo maamulay dagaalkana waxaad moodaa inay dadweynaha
oo ah aqlabiyadii aamusnayd inay salubsan yihiin taasina iyana waa mid cadaana gudaha dibad taasina waa iyana mid meesha taama waxaa kaloo jira ummaddu mood iyo nool waxay leedahay horta waxa weeye somalilan waxaa waajiba in halkaa dagaalka horta ama sidaa berigii hore ee dagaalka wax odhan jirtay kelmad bay isticmaali jireen habeenkii barnaamij soo gali jiro hullu nagar waradoor gimbar wax waliba waa furalka dagaalka weeyaan horta soomaaliland wax kastaaba horta waxay ku jeedaan maaragtay meesha in kala dambayntii iyo sharcigii iyo gacan ku hayntii iyo dowladnimada iyadan lasoo weeraray inaanu difaacno horta waajibka koowaad ee naga go-anay waa kaa haddaan dadkii reer soomaaliland nahay wadixii meeshee waa nalasoo weeraray duulaan baa nalagu soo qaaday baaqa ka baxaya baraha bulshada waa maqlasaan qabyaalid baa lagu dagaalamayaa balaaya ka socota horta waxa weeyaan ciidanka meesha gale horta isaan un maaha somalilan iyo waxa dagaalamaysa argagixisadii iyo huwan dhaqameed iyadu huwan iyo qabyaalid baa dagaalamaya waxaad iyo goor la yidhaahdaa warbaahinta lasoo geliya maaragtay social media warbaahinta bulshada wixii ka dagaalanteen baa nagu samaysay war annaga wixiina lagu sameeyey wax weligeed taariikhda ka go-ayo may ahayn waxaanu ka dagaalannay wuxuu ahaa mucjiso weyn iyo maaragtay oo nagu dhacday bay ahayd ciidanka soomaalida qaybta lixiyo labaatanaad oo ka koobnayd gaas koobaad oo awgala gaas labaad oo gobolkii la odhan jiray oo qooyi galbeeda gaas saddexaad oo gobolka tog dheera ayaa horta aanu la dagaalnay waxa la wixii ciidan maxamed siyaad bara lahaa oo dhan baa isugu yimid dagaalka anagu soomaalioo dhan baa isugu kaaya tagtay marka iyo soomaali aboo waa la socoteen maca haryihii qaxootigii ku jiray ayaa ka mid ahaa dadkii lixdan kun oo qof baa ka qayb galay iyagana laga hubeeyey ciidan ka mida ciidamadii ugu adka afrika ayaa raggii qabyaalad lagu soo miidayo la leenayay iyagoo yunifoomka xidhanoo dowladdii jirtay u daacado u dagaalamayo ayaa la leenay magaaladii u weyneyd baan intoo markii aanu soo galay intoo qoryaha la dhigay waxaa la wixii qori la dhigay min ilaa masalaha iyo ilaa naaso hablood baa naloo soo dhigay qoryihii tiirada ee goobta ee tiirada dheera iyo hubayaashii oo ka kooban lixdan millimitir ilaa boqol iyo shan iyo konton maa soddon gabalcas canood toban saalbo oo ku dhaco bahalkaasa iskama xajinaysa gebigeeduba hadday ku dhacaa waxa weeyaan markii la guulaystayna adeer maanu aarsannay nabad baanu dadka ugu yeegnay mar horena waanu idiin sheegnay raggii magaalada saasaraakiisha ahaa esan oo madaxweyne kuxigeenkii hore cabdiraxmed oo cali faarax iyo wasiirka arrimaha gudeer muxuu ahaa maxamed kaayin axmed waa idinkii ogaa iyaga idinka hor yimi waxa weeyaan adeer lama aargoosan iminkana lama aargoosanayo ragga nagu soo duulay ee weli durbaanada qabyaalada garaacaya iyo shirka loo odoroso iyo kalabayd inuu ka dhaco ee beelaha daarood loogu muunsanaamayo waxa weeyaan waa arrin geeska oo dhan masiibo ku soo wada oo dagaal weyn oo qabiiloo ka dhaca boqol magacoo kalaa soo bixi daarood u noqon mayso iyo isaa ereer baa iman dir baa iman kuwo kaloo caano kaloo ciidda ka badan baa iman dowladaha soo faragelin doona waxa weeyaan soomaali intii ka harsanayd uun inay rajo lahayd ayaa sii guri doonta oo baabi'i doonta waanu ka digannaa nimanka halkaa ka odoroseya ee durbaanada iyo colaadda halkaa ka soo tumaya iyagaa ka sheekeyn hadday sidaa ka dayn waayaan kuwaana waanu ka digannaa dagaalkan inuu soo socdan waanu ka digannaa anagu nabadna waanu ku baaqannaa waa la baryayaa imika maxamed siyaad barre annaga nabad nagu baryayay xoog buu isiri ku muquun intii guuta ciidankiisi ugu xoogka weynaa etoobiya iyo muxuu ahaa soomaaliya sagaalka guuta ee muxuu ahaa gaasa etoobiya ugu xoogga badan ciidankii loogu talagalay inu iska celiyo ayaa annaga nagu habsaday cali samatal b b cda waa maqasheen markuu hadlayay wuxuu yidhi magaranaysaa magaalada annagaa duminay anaa amarka bixiyey waxaweyn kii nagu dhacday ficida xamili karto horta ma ahayn waa si aynu ka guulaysanay tan maantana
waxay nala tahay in ilsaax laga bixiyay inoo fudud tahay daanta la leedahayo way noo fudud tahay waanan karana mood iyo nolol waanu haysanaa horta cadawga Soomaalida waxaan u sheegannaa dagaalkan inaanu waxba naga gurayn kuwa waxna waa lagu jabi weliba horena waanu uga nidhaa halka barteenu fadhino maalintii hore dagaal waxa bilaabmaya oo la shiday dagaal qabadiya oo weyn baa la shiday ciddii keentay geeskoo dhan baan ku fidayaa ciddii keentay ee abaabshayna iyadaa qiimaha bixin hortaani dhexda ka qariin doontaa nimanka manoosoote ka soo imika caruurtooda ilkaha ku qaatay ee dooniya dagaalka inay magaranaysaa maxaa haydhay caruurtiina ka laayaan intaa reelaas aanu tii caruurtoodii baa ilkaha ku qaateenoo marinka bay iska degeenoo manoosootay degeen soona waxaa jiraada nimaan ku furaynin iyo ku rar waar waxba idiin ma tarayaan kuwa wallaahi kuwa iyagaa loole hargeysig jooga ayaa idin ka xiga hiiliyahooba nabaddaay nin walba danta ugu jirtaa annagu nabadda ha la qaataanu leenahay dowladduna ku dhiirinana dagaalkan ha la joojiyo waanu taageersannahay welina colaadi may dhicin soomaaliland gacan may qaadin may qaadin gacan hadday qaado war kalaa jiri doona waana siday ku socotana way qaadi soomaali waxaa jiraadaa waxaanad hureyn horaa loo yeela waa la ysku canaanan doonaa nabaddaa meesha meel dheer baa laga dooni meel dheer baa laga dooni soomaali intii ka harsanay jiritaankeedana maanta ay noogu dambaysa canaanoon u hayna anagu gudahaya soomaali waxaa jiraahdaa timahaga badh baa meel qarsoon lagu xira xiira wixii qarsoon ee tale militariga ee ku saabsan goonaa noo odhan iyo goorteeda laakiin arrinta imika muuqataa waxa weeye waxa weeyaan waanwaan iyo nabad aan jirin horta lama doono dowladda soomaaliland waxaan leenahay waxaanad hurayn horaa loo yeelaa marka aad ku guulaysato dagaalka ee aad kala dambaynta iyo sharciga soo celiso ee aad daalimiinta iyo qaswadayaasha iyo argagixisada meesha ka saarto ee dibadda looga saaro laascaanood markaasaa wada hadal iyo ay haboonta in la gala nabad maanta meel nabaday taallaa ma jiro annakaada nagu soo guulay weliba kale xumad aad duulaanka suuro gelisayna dowladda iyaday ka timid marka waxa weeye waxaan leenahay taas aan noo dambayso odixi meeshi meel kale waan taabanayaayo waxaad moodaa dhaqan muxuu ah madax dhaqameedkii iyo siyaasaddii baa isku milmay haddaanu reer hebel nahay madax dhaqameed baa hadlayo suldaanbay sheeganayaano caaqilay sheeganayano odayaalbay sheegan siyaasad bay ka hadlayaan waxa weeyaan waa goldolooninka u waaweyn ee dhaqanka gudaya distoorkaygana ku jira nin madax dhaqameeda oo xusbi ku hadlaya afkiisa oo siyaasad ku hadlaya oo qabiil haddaanu reer hebel nahayn waxa weeyaan dee horta siyaasadda reer hebel haddaanu nahay siyaasadda iyo reer hebel isma qabtaan nin caaqiloo hadlaya ama suldaan beeleed hadlayoo leh haddaanu nahay reer hebelna ma jiro reer hebelkan baa inta xusbi oo jirta ku jirtaa keebuu ku hadlayaa markii xusbiga uu ka tirsayay buu ku hadlayaa waxay la tahay arrinkaasi waa goldolooninka distoorka in loo baahan yahay in wax laga qabto qeybaha kaley leedahay aaminsana inay dowladda iyo ku yihiin fadeexad iyo waddanka iyo jiritaankiisana waxaa ka mid ah waxaanu daawanayna habeen dhoweyn qoola leh haddaanu nahay suldaanmadii reer hebel waxaanu kala wareegnay dhulbahantee niman maxaabiisa oo qabyaaladiina way sheegayaan waanu u mahadnaqarnaa nimankaa dhulbahantee ciidan niman kale la qabtay ma shicib bay ahaayeen ma ciidan bay ahaayeen nin diray sito maaragtay sito tuusana wuu ag taagnaa markii halkaa ka hadlayeen taa ku dheeg meel ka dhacbay dowladoodeeda ku tahay arrintaasina baaris baa ka furan xaaladadig baanu ku jirnaa lama odhan karo haddaan reer hebel maxaabiis baanu ka aqbalnay dee meesha reeramay dagaalma dhulbahanta iyo qolada uu sheegaya ninka suldaanka ee meesha ka hadlayay ayaa dagaalamay mise ciidankii somalilan ee qaranka iyo muxuu ahaa qaswadayaal iyo argagixiso iyo madax dhaqameed isburkan oo qabyaalad huwan ayay dagaalamayeen arrinkaasina wax weeyaan waa arrin u yaalla wasaaradda arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan talada iyo muxuu ahaa madax dhaqameedka iyo caaqiladu iyagay u taallaa iyadana in wax laga qabto waxaan si leenahay arrintaasi anay mar dambe iyagaa ka musa weliba taana baarisa laga galaan ku leenahay
كلا فرفر بان لو جيدا نين با هذا يو بيلا عن سومالي لاندو كلا فرفر ايو إساق مو كلا فرفر ايو كوا عين كاس الدين ليلا وحان ولن دورنا اندهانو كغشف دورنا اي سيرو وهلا مقل ايين مرميشا بيلا كما دقالمين الدولة دي الدد كسو دولي با دقالمين عيدا كميشا كل من ايانا بيلا عن سومالي لاندو اتن مو كاكو بيا وهرتي كتشلو وكو كي هاي وهو عسرية قطب مهدي عم بلاش كو كي هاي وطلياش إذا كمدها سمال الله وحويا وحب حبس أرآدو رقي سويا مالك السيد على الأرض ها وحويا ذات كميشة كتشلة قسك وضع أيان ما نكو تشلنا غير هرتنو مجدنو بالمهنتنو مجدنو عدقارنو مجدنو عدة نبسو دوشي يعدة كبدم ضيسة أيام نحن نبغي هاي راسو أيام نقطع شن هذا في الشمال هذا إذا جايك نحن برب التاجن هاي في اللي هو اللي برب التاجن هاي في دي هو بهندي كان وصلنا في داو عوام دويننا في مدور بوان برب التاجن هاي كين ده قد انتنا يلا هاي هون حديثة انت كل بين تيا ده هذا بويس تي سي يوم قالوا سي هل تنتو سو تشيبي أيام برب التاجن نحن كل بين تيا ده هذا يا ولد سوا دولي نوها دولي دنو حلانا وشلاد وين بعد عمي قدوميه برلمانك عبد الرساب خليفة حمي وأنك في قدر تسر هي مركز الأيغو مارك إن 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 هي ده الدستور جاي وضل تيجي وده شيء دجال كا هي تيجي يروح على جيش كيني يروح على يو أنتي اللورد يبي يو وسيد كاي علي يقول تاجر جدا كيسو مال لان كيسو هرشي لي نسيب دفوي كوا وي إلا مقلي إد عي ولجن عن هري هي كتبتا نوجن تنتهي وحكروا نوجن تن وزير كي يجي من هو هور فافينتا سلام على الكور هذا الكيو تي داي وحويا وحويا بولد السومال لان في مامو كموصب بيه عبدي مدحوينه موصب بيه عبدي فدي حد بكوياي بارلمان كي يجي او اكمل هذه حد دجنتنا waxa uga banaann in baaris madax banaann sidii ay ku dhacday laga soo saaro oo umada wax loo sheego maalkay talada talada toosina waxay ku jirtaa aqlabiyadan aamusan ee dadka ayay ku jirtaa ragan ciidanka ka dhimanaya umada awoodeedi maal iyo roos waa dadweynaha ay waxay ay dhuuxa u haweeyaan marka wax weyn arintaana baaris ha laga galo baaris qaran ha laga galo umada wax loo sheego waxba yaan la qarinin لكن يمكن أن لنا سيدي المدرسة وهو اللي هرت وحويل وراح وريد دجال كائن تاجنا والبرب تاجنا إذا تيجا حب يحول هو الدبل ماضي النول وحبك على عارف ما إنه ويحرن مدي يدي يد ولدي مدي يدي عن سود سني إنه سبع لدا ين لبضة يد دوكات كتب سود سني اللي بيه صد وصل دور أيام نرجوش الدوري كل الله ما نيانا حبعش ودي صاد دوما نيانا أنا لنا هجو ليس تسمان لان هلو لا تسمان لان عدو جدنا حجم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.